بالنسبة لي الدورة هذه كانت ناجحة على كل المستويات، سواء فيما يتعلق بالعروض اللي شفنا فجلها كانت يحمل واحد الإشارات إيجابية وواحد التطور على مستوى الكتابة أو على مستوى الإخراج والسينوغرافيا والتشخيص، أيضا الندوات واللقاءات مع الفنانين. الهدف من هذا المهرجان والمهرجانات الأخرى صحيح أنه التكريمات والشيء كلها إشارات فقط نحاول من خلالها أو الذين اشرفوا على تنظيم هذا المهرجان ديال فاس أنهم يحافظوا على ما تبقى من الأمل ومن الرغبة، ويعني بحال إلا كيلقحوا نفسهم ضد حالة الإحباط واليأس والملل اللي ولات مع الأسف الشديد تكاد تكون شبه مهيمنة على المشهد المسرحي. فالآن كل طرف كيبذل المجهود، النقابة الفروع ديالها، المهرجانات الجامعية، وزارة الثقافة، كل واحد يعني، والقنوات التلفزيونية هي أيضا أصبحت تهتم بالمسرح وتخصص له مجال، هادشي كله باش المسرح ما يكونش ضحية ديال هذا الغزو الإعلامي وهذه الهيمنة ديال رياضة كرة القدم والهيمنة ديال الأفلام السينمائية عبر القنوات. إذا إلى المسرح ما قواش نفسه الآن وعاد عنده إكراهات أخرى اقتصادية وسياسية واجتماعية، فبالتالي هذه التظاهرات تعيد الأمل وتؤكد على أن المسرح سيستمر بخير رغم كل الصعوبات ورغم كل الظروف التي تحاول أن تعرقل المسار ديال الإبداع المسرحي، ليس في المغرب فقط ولكن أعتقد أن المسرح أصبح يعاني بشكل عام، ولكن نحن نتكلم عن المغرب فيجب أن نكون كثير من هذه المهرجانات ومن هذه المناسبات لكي لا نفقد الأمل في الرغبة في الانتماء وفي الاستمرارية والتطور. إذن أنا كنشكر كل الناس اللي ساهموا مهرجان بحال هذا بإمكانية ضعيفة وفي غياب دعم حقيقي من الجهات المعنية وخصوصا المجالس البلدية التي يجب أن تعطي للمسرح كل ما يستحق من أهمية. فلذلك رغم كل هذه الصعوبات استطاعوا يديروا مهرجان بحال هذا، بارك الله فيهم. دائما أنا كنسميهم آخر ما تبقى من الأولياء للمسرح، فهنيئا لهم وهنيئا لنا بهم.